الرسول إلى أهل غلاطية إصحاح 5 من آية 22 وآية 23 وآية 24 بركاته فلتكن معنا أمين. وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ضد أمثال هذه ليس ناموس، ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأحواء والشهوات. نعمة الله الآب فلتكن معنا والصبح لإلهنا دائما أبديا أمين. الحقيقة المرة اللي فاتت كلمتكم عن ملء الروح القدس. النهاردة عايز أكلمكم عن ثمر الروح القدس. وقلنا إن الكتاب المقدس كتب ثمار الروح 9 ثمار، اللي هم المحبة، الفرح، السلام، طول الأناة، اللطف، الصلاح، الإيمان، والوداعة، والتعفف. لكن علشان نفهم ثمر الروح لازم نعرف إن ثمر الروح هما 3 ثمرات مفيش غيرهم. الثمرة الأولى هي المحبة، والثمرة الثانية هي الفرح، والثمرة الثالثة هي السلام. الثمرة الأولى اللي بيغذيها طول الأناة، والثمرة الثانية اللي بيغذيها اللطف، والثمرة الثالثة اللي بيغذيها الصلاح. أما الذي يحفظ سلامتها في الثمرة الأولى الإيمان، والذي يحفظ سلامة الثمرة الثانية الوعى، والذي يحفظ ثمرة الثالثة التعفف. وكأننا بنقول إن هما 3 ثمار، كل ثمرة ليها جذر وليها ساق وأوراق وليها ثمر. الشجر عبارة عن جذر وعن ساق وفروع وعن ثمار. وهكذا نجد ثمار الروح القدس 3. ليه ثمار الروح القدس 3؟ لأن الله 3 أشخاص. كلمة إقنوم يعني صفة ذاتية لها شخصها الكائن بذاتها، ولكن إن كان عمل الأشخاص 3 يختلف، لكن هم إيه؟ متحدين في الجوهر. وأيضا الإنسان بيتكون من 3 أشخاص، من ذات، أنا شخصي، ذاتي، كياني. لكن رغم أني فيه ذات، لي عقلي، وعقلي غير ذاتي، عقلي غير ذاتي، وفي روحي، وروحي غير عقلي. فأنا في عقل مفكر واعي، في ذات قائمة، وفي روح حية. ولكن محدش يقدر يقول عني ان انا 3 اشخاص، انا عبارة عن شخص واحد. هل ذاتي هو عقلي؟ لا. وهل عقلي هي روحي؟ لا. روحي ليها امكانياتها واعمالها، وعقلي ليه امكانياته واعماله، وذاتي ليها امكانياتها واعمالها. لكن 3 بيخدموا الشخص الواحد. فهكذا تبدأ حياة الثلاثية. 3 في فرد تعظيم، لأن تعظيم المفرد جمع. يعني إيه؟ يعني المفرد لما نجمعه بنعظمه. زي كده مثلا الملك فاروق كان يكتب إيه؟ نحن فاروق الأول ملك مصر. نحن فاروق الأول، فلما يقول نحن يعني جمع، والجمع يبدأ بإيه؟ يبدأ ب3، لأن 1 مفرد، 2 مثنى،
والله لا يوجد فيه ثنائية، لكن المثلث هو الجمع، ومن أول ثلاثة فما فوق هو جمع. الله يجمع فيه الكل، والله هو إله واحد لا غيره، عشان كده بتبان الوحدانية. لما نيجي نقول أول صفة من صفات الله الآب، الصفة الذاتية، والآب مرتبط بجوهر المحبة، عشان كده من ثمار الروح القدس المحبة. المحبة دي ملتصقة بمين؟ بالآب. في حاجة تلصق حتى في القداس الإلهي، يقول لك محبة الله الآب. طب ليه؟ لأن الكتاب قال عن الآب هكذا أحب الله. طب ما ممكن يكون الله الابن، قال لا، الله العالم حتى بذل مين؟ ابنه. يبقى بيتكلم عن الله مين؟ الله الآب. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. حينما نتكلم عن الحب فنحن نتكلم عن جوهر الله الذاتي. الله حب، وكل من هو من الحب هو مرتبط بالله. والحب جاذبية، والكون اللي انتوا شايفينه متجمع بالجاذبية. هو انتوا تفتكروا ايه هي الذرة، ايه هي القنبلة الذرية اللي اكتشفها؟ قالك الذرة هي عبارة عن مركز نواة، وبعدين فيه بيلفوا ايه حواليها بجاذبية معينة بتتكون الذرة. طيب القنبلة الذرية بتدخل تعمل ايه؟ تدخل تفرق اللي مشدودين مع بعض، تخليهم يعملوا ايه؟ ينفصلوا عن بعض، واول ما ينفرقوا يحصل الانفجار، ويحصل الضياع، ويحصل الخراب. فالتجميع والبغضة على طول، على طول البغضة على طول، تفريق تفرق. عشان كده المسيحية حتى بتبدأ بثمرها، إذا كان الله موجود فيها فطبيعة الله موجودة فيها، طبيعة الله الحب، هكذا أحب الله. طيب طبيعة الابن الفرح، يعني الفرح أصل ربنا أحب العالم وعايز يفرح، فما فيش حد فرحه في العالم إلا ابنه. ما فيش حد فرحه في العالم إلا ابنه. عشان كده قال هذا هو ابن الحبيب الذي به فرحت، الذي به سررت، الذي به انبسطت. ده فرحه. فأصبح الفرح في الابن، الحب في الآب، وده بينتقل لنا عن طريق مين؟ عن طريق الروح القدس. في آية بيقولها القديس يوحنا في رسالته الأولى، يقول لكي يكون لنا شركة مع الآب والابن، لكن ما قالش يكون لنا شركة مع مين؟ ما جابش سيرة الروح القدس، مع أن الشركة أصلا بتاعت مين؟ الروح القدس. طب ليه ما جبتش سيرة الروح القدس؟ أصل شركتنا مع الآب بالروح القدس، وشركتنا مع الاب بالروح القدس. واحد في حضراتكم يسألني سؤال، كيف نشارك الاب؟ نشاركه في ايه؟ يوم ما تفرح بالمسيح انت بتشارك مين؟ بتشارك الاب. الاب بيقول انا فرحان بابني، واحنا نقول له واحنا كمان فرحانين بابنك. طول ما انت فرحان بالمسيح انت بتشارك الاب. طيب كيف اشارك الابن؟ اذا كان اللي بيفرح الاب ان يشوف ابنه، اللي بيفرح الابن ان ينفذ اوامر ابوه. ايه اللي بيفرح قلبك يا يسوع؟ الطعامي ان اعمل مشيئة الذي ارسلني واتمم عمله. يبقى إذن وإحنا فرحانين بيسوع بنشارك الآب، وإحنا خاضعين بننفذ الوصية
بنشارك الابن، ولا نقدر ننفذ دي او دي الا بالروح القدس. بالروح القدس. اذا طبيعة الاب الحب، هكذا احب الله العالم، والحب سكبه فينا بالروح القدس. لما حب العالم بذل ابنه، لما المسيح اتبذل من اجلنا شال خطيتنا وشال الخصام وشال كل ذلك وفرحنا. عشان كده في آية، إذا كان الله محبة، طب والابن؟ الابن فرح. فرح التلاميذ إذ رأوا الرب. شوف الآية، فرح التلاميذ إذ رأوا الرب. كل ما تشوف ربنا يظهر في تصرفاتك، كل ما تشوف ربنا يظهر في حياتك تفرح. ده يبقى فرح قلبك. وانت بتنفذ وصيته بتفرح على طول، فرح 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 فرح، فبيدي هنا الفرح. الوصية بتاعته تحوي في ذاتها الفرح. مش مهم الظروف اللي انت بتمر بيها، لكن المهم وجود الابن معاك. رؤية ربنا تفرح، حتى لو شفته في وسط اتون النار، يتحول اتون النار الى ايه؟ الى جنة. مش في ترنيمة تقول لك واتون النار يصبح جنة، يصبح جنة. لما تسكن في اي حتة ما فيهاش الرب تبقى جحيم، تبقى جحيم، تبقى نار. عشان كده احنا بنشوف الاب في الحب ونشوف الابن في الفرح. طيب ندخل للروح القدس. ايه كلمة سلام؟ كلمة سلام يعني مصالحة. عشان تفهم كلمة سلام تقول الكلمة اللي عكسها. عكس سلام ايه؟ خصام. على طول سلام ولا خصام؟ سلام. سلام. طيب والسلام ده احنا محتاجين له ليه؟ اصل لما وقعنا في الخطية صار بيننا وبين الله خصام. اسكنا خطاة. نمرة اتنين ضعفاء. نمرة تلاتة اعداء. صلحنا بموت ابنه. صلحنا بموت ابنه. اذ قد تبررنا بالايمان لنا سلام مع الله. خلي بالك كلمة سلام، سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. الرب يسوع المسيح اول وتحت المسيح سلام. لكن هذا السلام لما الروح القدس ياخده وينقل هنا تحدث في داخلنا المسرة. عشان كده قال المجد لله في الاعالي وعلى ارض السلام وفي الناس المسرة. فيهم يعني المسرة، اصل المسيح يسوع نقولها بالبلدي عايزين ناخدك. ما ينفعش دلوقت، امال امتى؟ لازم اتمم الخلاص بالكامل. من غير ما اتمم الخلاص بالكامل وصالحكم مع الله الاب ما تنفعش. طب يا رب ما تيجي دلوقت. اول سنة خدمة ما ينفعش. طب تاني سنة خدمة برضو ما ينفعش. تالت سنة خدمة ما ينفعش. اتصلب ومات، ايوه، وقام وصعد للسماء. بعد ما صعد للسماء وجلس عن يمين العظمة قال كده ينفع. ينفع؟ ايوه ينفع. لكن هنوصل لك فين لما وانت معانا تحت ما رضيتش تخلينا ناخدك وقلت لما كمل. طب اديك كملت، انت جالس دلوقتي عن يمين العظمة، اوصل منين عشان اقبلك جواي؟ قال لما انا هبعت لك الروح القدس ياخذ مما لي. خلي بالك ما قالش ياخذني، ياخذ مما لي. يعني ايه مما لي؟
يعني على قد الطاقة بتاعتك، على قد ما تقبل مني أديك. يعني مش شرط انك تاخد القامة الكاملة بتاعت المسيح، انت بتاخد القامة الروح القدس يديك من قامة المسيح اللي يتناسب معاك. يعني ايه؟ يعني قامتك كوباية يملأ لك الكوباية، القامة بتاعت التاني دورة يملأ له الدورة، القامة بتاعت التالت صفيحة برضو يملأ له الصفيحة، الرابع برميل يملأ له البرميل، الخامس فنطاز حوض كبير يملأه له. الكل خدوا ملء، بس مش الكل واحد. الكوباية زي البرميل، لكن ده مليان وده مليان، ده شاعر بملء وده شاعر بملء. فكلمة يأخذ مما لي يعني على قد انفتاح قلبك الروح القدس يديك، على قد انفتاح قلبك الروح القدس ايه؟ ياخد ويديك، يملأ لك. بولس الرسول خد وبعد ما خد قال عايز تاني. طب واللي خدته؟ قال هنسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام. عايز توصل لايه يا بولس؟ لعلي ادرك ان اصل الى ملء قامة المسيح. ياه، ده جبروت، ده جبروت. عشان كده المحبة والفرح والسلام هم دول الثلاث ثمرات. يعني ايه؟ يعني انت تؤمن بمحبة ربنا، ايوة، وتفرح بخلاص الابن، ايوة، وتقبل بسلام الروح القدس، ايوة، يكتمل عندك الخلاص. الاب بمحبته جذبك الى المسيح. لا يستطيع احد ان يقبل الي ان لم يجتذبوا ابي. الروح القدس نور عينيك على المسيح، قال لك هو الرب. لا يستطيع ان يقول احد يسوع رب الا ايه؟ بالروح القدس. يبقى الاب حطك قدامه والروح القدس فتح عينيك عليه، واول ما فتحت عينيك فرحت بيه. ونرجع تاني ونقول فرح التلاميذ إذ رأوا الرب. ثلاث ثمرات يظهروا فيك. ثمرة الحب، لو فيك الله يبقى فيك حب، لو فيك الله يبقى فيك فرح، ولو فيك الله يبقى فيك سلام. حب يا أحبائي يعني عطاء، وفرح يعني رضا. أصلي أحب يعني أدي، اللي بيحب يدي 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 وما ينتظرش ياخد. طب والفرح الرضا هو إيه اللي بيخليني مكشر؟ إني غير راضي، غير راضي بوضعي، غير راضي بحياتي، غير راضي بظروف اللي أنا فيها، غير راضي بظروفي أنا الذاتية، غير راضي، بطلع من مشكلة لمشكلة، ومن تجربة لتجربة، ومن حفرة لدحديرة، حياتي فيها عدم رضا. فلكن الرضا اللي هو حاسس كده ان كله حلو، كله حلو، كله حلو يا رب، حتى المر حلو، حتى المرض حلو، المرض معاك حلو، الفقر معاك حلو، الاهانة معاك حلوة. التلاميذ لما خدوا اول علقة يقولك فرح التلاميذ اذ حسبوا انفسهم لسوا اهلا لأن يزلوا من أجل اسمه أو يهانوا من أجل اسمه. عشان كده ده الحب فرح، الفرح دي سمة الرضا والسلام، عدم الخوف. أصل اللي مش حاطط ربنا قدامه حياته فيها خوف. ليه فيها خوف؟ أصل الزمن ملوش أمان، ويا ما شفنا ناس كانوا بصحتهم ماشيين على عربيات
ياما شفنا ناس من أغنى الأغنياء بقوا شحاتين، ياما شفنا ناس كانت الناس كلها ملفوفة حواليهم بقى محدش بيسأل فيهم. لو بصيت للزمن ولو بصيت للدنيا تلاقيها كلها هم في هم وعدم أمان. على رأي واحد كان مسافر اليونان وكان عايز يسافر في البخرة، فراح لراجل شيخ من الشيوخ اللي هم بتوع السفن اللي بيبنوا بيشتغلوا في صناعة السفن، وقال له يا عم فلان، قال له نعم، قال له انت راجل ذو خبرة كبيرة في صناعة السفن، قال له ايوه حبيبي، قال له عايز اسافر من اسكندرية لليونان، قال له تنصحني انه الباخرة الامينة اللي اركبها واسافر بيها. فبص له وضحك وقال له جملة عجيبة، قال له السفينة الامينة اللي وصلت للميناء، لكن طول ما السفينة في وسط البحر بنقول يلا حسن الختام. مفيش حد يقدر يقول سفينة امينة، ما هو ممكن تكون قوية لكن ترتطم بالصخور ولا الزوابع ولا الدوامات. دي حياة الإنسان وده حياة الإنسان، لكن السلام هو صمام الأمان. أقول الثلاث ثمرات تانية قبل ما أدخل للمغذي بتاعهم. الثمرة الأولى حب، صفة الآب. الثمرة التانية فرح، صفة الابن. والثمرة الثالثة سلام، صفة الروح القدس. الآب يحبنا، أيوة يا رب أنت أبونا. والابن خلصنا وقد أكمل، فرحنا بالخلاص الكامل. والروح القدس سلام لأنه ساكن فينا، أنتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. لكن كيف نغذي المحبة؟ أن نغذيها بطول الأناة اللي هي نمرة كام؟ نمرة 4. نغذيها بطول الأناة. خلي بالك، محبة يعني احنا هنحط نمرة 1 مع نمرة كام؟ مع نمرة 4 مع نمرة كام؟ مع نمرة 7. 1 4 7، يبقى 2 5 8، يبقى 3 6 9. يعني نحط 3 3 3 وننزل بيهم تطلع الشجرة الكاملة. هناخد أول شجرة اللي هي أول ثمرة، ثمرة الحب. ما الذي يغذيها وما الذي يحميها؟ يغذيها طول الأناة ويحميها الإيمان. الإيمان يحميها، اللي يغذيها طول الأناة. تيجي تقول لي طب حيلك علي، يعني إيه الحب يغذيه طول الأناة؟ أصل بصراحة الحب عايز صبر. ليه؟ صبر يعني طول الأناة، لأن يجي ربنا يقول لك إيه؟ حبوا أعدائكم. أيوة وصية. فجي واحد شتمني، فقلت له الله يباركك ويسامحك، أنا برضو بحبك. جه تاني يوم راح لفعني بالألم. ايه ده؟ ما ديني قلت لي حب، حبيتهم النهارده وسامحتهم النهارده، ركبوني بكره. انا لو كنت بينت لهم من الاول العين الحمراء ما كانوش عملوا فيا كده. تقول لي حب الناس، طب حبيت الناس داسوني برجليهم. احيانا بنقدم الحب والناس يشوفوا الحب يفتكروه ضعف. صدقوني يا مناس بيشوفوا الحب ضعف ويستضعفوا الشخص اللي قدامهم. كمني بحبك بسمع كلامك، تدوس عليا وتحتقرني. عشان كده الكتاب يقول لك ايه؟ المحبة تحتاج الى طول أناة. يعني ايه طول أناة؟ يعني حب ويهينك، حب ويهينك، حب ويهينك، حب. ولكن لابد ان الحب ينتصر. ايه؟ اخيرا. دي المحبة.
دي المحبة أحباء اللي تنتصر. عايزة طول أنا، عايزة طول أنا، عايزة الإنسان يصبر. دي المحبة. وتيجي وتيجي بعد كده، وتيجي بقوة عظيمة. محبة بطول أنا، واللي يحفظها الإيمان. ثق إن أنا لما بقدم الحب بقدم الآب. تقدر تقول كده؟ وأنا بحب بقدم طبيعة الله. ولما بقدم طبيعة الله الحبية وانتظر بطول أنا إيماني وثقتي إن المحبة هتجيب ثمرها ولو بعد حين. في يوم تلاقي الفولة طلعت قد كده شبر، ونقيت البلح ما ظهرتش. طيب بعد شهر تلاقي ابتدت الفول تنقي أوراق صغيرة، ونقيت البلح ما ظهرتش. في 6 شهور بالظبط الفول يستوي، وبعد 6 شهور تلاقي نقية البلح طالعة زي سن الإبرة من الأرض. ياه، لسه سن إبرة. أتار اللي بيطلع بسرعة بيخلص بسرعة. الفول 6 شهور ويتقطع، لكن البلح، النخلة بتاعت البلح بتقعد لغاية 100 سنة. عمرها يعيش 100 سنة تدي. فالحب هو ده الأصل. محتاج منك لطول أنا. خلي عندك أنا. وليه الحب محتاج لدون أنا؟ لأن الشيطان بيحاربك في محبة الله ليك. يجي يقول لك صباح الخير، أهو ربنا بيحبك جايب لك مصيبة على الصبح، أهو ربنا بيحبك فضحك، أهو ربنا بيحبك سقيك من كعانك. حب إيه يا عم اللي بتتكلم عليه بتاع ربنا ده؟ فين الحب ده بتاع ربنا اللي انت بتتكلم عليه؟ يبقى إذن هنا يا أحبائي في نفس الصورة بيعلن لينا إن الحب ده ضايع مش موجود. لكن بطول أنتك وبثقتك في الله تنال ثمرة الحب. يقعد مع أولاده ويقول لهم اللي يسمع وصية ربنا ويحبه ربنا هيحب يا أولادي. واحد منهم قلبه يرهرف ويرفرف في محبة ربنا، ويقول له يا رب أنا صممت إني أسمع وصيتك وأمشي في سكتك وأحبك. يجي له ربنا في حلم يقول له وأنا كمان هكافئك، أخواتك وأبوك وأمك يسجدوا لك، تبقى سيد واخواتك يبقوا خدامين. وتلف الايام يتباع يوسف ويبقى خدام، ويجي له الشيطان يقول له يوسف رب بقيت فانا اكون فصل هتجيب المسيح. انت مثلا لقيت شفت ربنا يقول كلام وينفذ عكسه. ربنا ده حبيبي اللي يمشي وراه يقول له يا رب اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجب. لكن كان عندي يوسف طول الاناء، وكان عندي يوسف الايمان يعني الثقة. ما دام ربنا قال لي هرفعك يبقى هيرفعني. امتى؟ ما دلوقتي 15 سنة. عم على رأي المثل لما قال له موت يا حمار. 15 سنة. اللي عايز يرفع واحد يرفعه. ايه اللي معطله؟ ايه مشغول ولا مش قادر ولا بيحاول؟ ما كل سنة بنطلبها ما استجابش ليه ربنا في السنين دي كلها؟ طب ايه اللي عايز؟
انا عارف ان صبرك هينفذ يا موسى يا يوسف. وفعلا كان طول الاناه نفذ، بس امتى؟ وهو في السجن، لما قال للساقي، قال له بقى افتكرني قدام فرعون، قال له كده خلاص اتأجلت 3 سنين تاني، وخلى الراجل نسيه 3 سنين. ويوسف صابر. عرض عليه الشيطان حل مؤقت، الشيطان ليه حلول لمشاكلكم، يقول لك ممكن احللك مشكلتك، ومش زي ربنا احلها لك في 100 سنة، لا ده انا احلها لك في الساعة واللحظة، اخلي مرات سيدك تحبك. ويا سلام لما الست تحب تعطي كل ما تملك. وطبعا نساء الناس الكبار في المصريين لما تقروا في تاريخ الفراعنة، طبعا فوتوفار ده كان وزير داخلية، كلمة رئيس شرطة يعني ايه وزير داخلية، واحد وزير. الوزراء دول لما كانوا يتجوزوا كانوا يجمعونهم الاجمل البنات في حفلة ويختار اللي تعجبه ويقولك اتجوز دي، يعني اجمل البنات، يعني مراته كانت من اجمل الفتيات جمال. واحد محروم من العاطفة، امه ماتت وهو صغير، اخواته كرهوه، اتحط وسط الخدمين، ابوه اتحرم منه، عمره ما سمع حد بيقول له بحبك. وتيجي واحدة تقول انا ما بنامش الليل وبحبك من قلبي يا يوسف، وقال له ادي الحل يا يوسف، قال له لا انا عندي طول انا، كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ استحالة. يرميه في السجن. طب يا رب ادين نجحت وترميت في السجن، فين محبتك؟ شل المرأة دي، هات لها شلل، هات لها مغص، هات لها تعب في جسمها لغاية ما تصوت وتقول يوسف يوسف بريء يا ناس انا كدابة. ابدا، صحتها زي البومب وحياتها حلوة وعايشة عيشتها ومبسوطة، وهو محدوف في السجن الغلبان. يقول لك في الحديد دخلت نفسه طول انا، لكن هو كان واثق في محبة ربنا. انت وانت انتظرها. شوف محبة يوسف بطول الأناة، وإيه كمان؟ والإيمان، الثقة. ما هي ثقته؟ قال لإخواته لا تخافوا، اسمعوا الجملة اللي تبين إيمانه. الله قد أرسلني، مش أنتوا، الله قد أرسلني أمامكم لاستبقاء حياة لكم. ده ربنا بعتني علشانكم وعشان العالم كله يشبع. مشكلتي مع الله، والله هو اللي أرسلني، هو اللي أرسلني بمحبته. صحيح أنتم قصدتم بشرا، أنا لا أنكر، ولكن الله قصد به خيرا. هو ده الإيمان. قصة دايما أحكيها، واحدة ست اترملت شابة ومعاها أولاد وعاشت باقي حياتها للمسيح، ما واحدة من كلام الله لا يزول. ثمرة الحب محتاجة طولة بال وثقة، هم دول الثلاث ثمرات في ثمرة واحدة، هم دول اللي يطلعوا لك ثمرة الحب. قدم حب، أيوة، وطول أنا، أيوة طول أنا. طب ليه بيتأخر؟ ليه قصد. واحد قال نقدم حب، تعال يا سيدي نقدم حب، مش اكلينه بواب. عمنا مردخاي شاف 2 من الوزراء سمحهم بيتآمروا على الملك أحشاويرش، قال لا، الأمانة تقتضي ان انا موظف عند الملك ده وباكل عيشي من ايديه، يبقى حافظ عليه. يجي له فكر، طب ما انت لو خبرت الملك ودول عرفوا هيقتلوك، دي فيها روحك. قال لا، اموت واحمي الملك.
وبعت للملك قال فيه اتنين يا مولاي والاتنين دول عايزين يتأمروا عليك وانا سمعتهم بودني بيقولوا كذا كذا. تقصوا امن الدولة وجدوا الكلام صح مسكوهم واعدموهم وعمنا مردخاي ما زال بواب. قال يمكن يخلوني رئيس بوابين يمكن يرفعوني ولا حد سأل في سحنته. يا عمي أدينا نفذنا وصيتك وعشنا بالأمانة وقدمنا حب ولا رحنا ولا جينا واتنسى مردخاي. يا رب ما كفأتنيش على الحب اللي قدمته والأمانة اللي قدمتها. قال له هكافئك. قال له امتى؟ بعد ما موت. قال له كل حاجة لها وقتها يا مردخاي، كل حاجة لها وقت. أصل أنا احتفظت بالمكافأة. عارف لو أنا كنت صرفت لك مكافأة في ساعتها لما همان كان دبر له المؤامرة كان زمان مردخاي إيه؟ مصلوب. ويجي همان ويعمل له الصليب ويعد العدة ويجي الملك في الليلة. وعلى فكرة همان الخاتم بتاع الملك في إيده، يعني كل كلماته مجابة، يعني 100% مردخاي الصبح هيتصلب. وفي اليوم ده يجي للملك قلق، والملك لما يقلق فيه 100 حاجة عشان يسلوه بيها. ممكن يجيبوا له رقصين، ممكن يجيبوا له مغنيين، ممكن يقولوا له يجيبوا له ناس يقولوا له نكت، اي حاجة بيحتاجها يجيبوها له. لكن جاله القلق، لكن مخه توجه عايز ادخل المكتبة. الان عايز ادخل المكتبة، يعني اختار نوعية من 130 نوعية من التعزية ليه. طب دخل المكتبة، المكتبة فيها ولا 10,000 كتاب، يقع ايده على كتاب واحد اللي هو كتاب تاريخ الايام بتاعت ملكه. طيب الكتاب ده فيه ولا 2,000 صفحة، يروح فاتح الكتاب على الصفحة بتاعت الاتنين اللي بيتأمروا يقراها. الله، الرجل ده اللي انقذني قدمت له حاجة؟ قال له انت قلت يا مولاي. ازاي معقول الملك رخيص للدرجة دي ان واحد ينقذ حياته وما ياخدش ولا مليم؟ ايه الخيبة دي؟ متنرفز. سمع صوت جوه، مين برا؟ قالوا له همان. قال جه في وقته بعتهوله. قالوا عمنا همان. ايوه يا مولاي. قال له ماذا يصنع لرجل قد سر للملك ان يكرمه؟ ده بقى استعبط. قال يعني هيكرم مين احسن مني؟ ما انا الفرخه بالكشك. بس اعمل يا واد نفسك انك مش عارف حاجه عشان تقدر تطلب اقصى ما عندك. قال له عايز تكرم حد يا مولاي؟ قال له في واحد عايز اكرمه. قال له اسمع يا مولاي. قال له تلبس الحله الاولى بتاعتك، اغلى حله، وتركبه على البغلة بتاعتك. قال وتجيب اكبر واحد في الدولة يمسك له اللجام ويمشي بيه في البلد ويقول هكذا يصنع لرجل قد سر للملك ان يكرمه. قال له روح اعمل ده كله، لانك انت اكبر واحد في الدولة، روح اعمل ده كله مع مردخاي. يا اهد المحبة محتاجة لطول اناه وثقة، محتاجة لطول اناه وثقة. اما الفرح فمحتاج لحاجتين، للطف ووداعة. ايه معنى كلمة لطف؟ لطف جت من لطيف، ولطيف يعني هادي الطباع. الانسان اللطيف عكسه ان الانسان ايه؟ النرفز، اللي يتنرفز بسرعة. الانسان اللطيف اللي مالك نفسه، مالك نفسه خير من مالك مدينة. عشان كده من هو الإنسان اللطيف؟ الإنسان اللي عنده هدوء، اللي هادي، اللي واثق في ربنا. ومع الهدوء مع اللطف وداعة.
ايه معنى كلمة وداعة؟ جت من دعا. ومش وديع معناها متواضع، لان البعض بيفتكر كلمة وديع يعني متواضع. لا، قال تعلموا مني لاني وديع ومتواضع. يبقى اذا الوداعة حاجة والتواضع حاجة. طب ما هي الوداعة؟ جت من دعا، يدع. وما هو الإيداع؟ في بنك اسمه بنك ايه؟ بنك الودايع. والبنك بتاع الودايع اللي تخب فيه الحاجات الثمينة. عندك ذهب، عندك ألماظات، عندك مجوهرات، لو حطيتها في بيتك ممكن تكون معرضة للسرقة. في البنك حاجة اسمها بنك ايه؟ الودايع. تروح تاخد صندوق في البنك، البنك ده عليه حراسات، وبعدين الصندوق ده تحط حاجتك وتقفل بالمفتاح، وتبقى حطيت الوديعة بتاعتك. واحنا عندنا بنك اسمه بنك الودايع. البنك ده اسمه بنك مين؟ بنك الآب. يا أبتاه في يديك استودع روحي. يا سلام لما تبقى زي يسوع وتتعلم منه وتحط الوديعة تحتك في ايدين الآب، هتفرح. مفيش حاجة هتعكنن عليك حياتك، هتبقى فرحان. ليه؟ لان في اللطف الهدوء، يعني معناها انك انت في هدوءك زائد وداعتك، واثق ان ربنا هو اللي بيشتغل، مفيش حد هيعمل حاجة. شوف ارميا النبي قال آية جميلة جدا: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر به؟ مين ده اللي يقول؟ ناس بتتحداك تقول اصلي قلب دمي، نرفزني، عصبني. طب وانت بتخاف منه ليه؟ ويقلب دمك في ايه؟ خليك فرحان، محدش يعكر عليك فرحتك بربك. افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا. خلي عندك لطف مش نرفزة. رايحين اسيا الصغرى، ايوة، الروح القدس قال لهم لا، روحوا اوروبا، كفاية من اسيا. يا رب احنا بنتعزى في اسيا، احنا بنفرح في اجتماعات المعزية، بس انا عايزكم تروحوا اوروبا، اعبر الى مقدونيا واعنا. خد سيلة وطلعوا الى اوروبا، دخلوا فيليبي، كالوا علقة ما حصلتش، واتربطوا في المقطرة عشان منتظرين الصبحية يعدموهم. واحد زي بولس كان عمل ايه؟ كان فقد فرحه، وكان اتنفذ، وكان قال له اسمع انا مش هخدمك تاني، هو كل اللي بيمشي معاك تذلهم. وقفنا اللي احنا عايزينه وجينا في اللي انت عايزه، جايبنا هنا عشان نضرب، عشان نتبهدل، عشان نتهان؟ ابدا. بولس الرسول كان هاد الطباع، هدوءه قال سيلة. نعم، لو كنا في آسيا دلوقتي كان زماننا بنعمل ايه؟ قال كان زماننا بنسبح مع المؤمنين. قال له طب ويجرى ايه؟ ما تيلا نسبح. نسبح واحنا مربوطين في المقطرة؟ قال له ما فيش حاجة اسمها مقطرة، احنا بين ايدين الآب، ودايع في ايدين ربنا، ما حدش يقدر يمد ايده علينا. بالوداعة واللطف بدأوا التسبيح، ولما بدأوا التسبيح ما ضاعتش منهم الفرحة. ولو رحت دلوقتي سألت بولس قلت له وانت على الأرض سبحت في كم كنيسة؟ يقول لك ولا 1000 كنيسة. تقول له أحسن تسبحة يا بولس سبحتها في حياتك؟ يقول لك في سجن فيليبي، لما السجن اتزلزل والسلاسل وقعت والبيبان اتفتحت
واحنا داخلين في تسبيح تسبيح تسبيح، فرح فرح فرح، في السجن فرح، في المقطرة فرح. هو ده الفرح، لا يستطيع احد ان ينزع فرحكم منكم، محدش يقدر. خدنا الثمرة الاولى محبة، هذه المحبة مربوطة بطول الأناة وبيغذيها الإيمان، وأيضا خدنا الفرح ومرتبط باللطف وبيغذيه الوداعة. آخر حاجة السلام. السلام مرتبط بحاجتين، بالصلاح والتعفف. إيه معنى كلمة صلاح؟ جاي من صلح. ومن هو الصالح؟ واحد ما فيش غيره. فكلمة مرتبط، علشان ترتبط بالسلام لازم تاخد الصلاح. ما هو الصلاح؟ الطبيعة الإلهية، هو ده الصلاح. الصلاح يعني تصلح لكل شيء. هل يستطيع الإنسان أن يسامح؟ لا. هل يستطيع الإنسان أن يغفر؟ لا. لا يغفر الخطايا إلا واحد، وهو الله. يوم ما تقف بذاتك، مهما وصلت لدرجة قداسة وانت بذاتك، ويحد يغلط فيك مش هتسامحه. وديكم شفتوا داود في قمة روحانياته، شتم شمع ابن جيرة وسامحه. أتاري كان سماح مزيف. لما جه يموت داود قال له سليمان، سليمان قال له نعم يا بابا، قال له شمع ابن جيرة شتمني وانا حلفت له ان انا سامحه وما قدرتش ارجع في كلامه، لكن قلبي وكني من ناحيته. عايز ايه يا بابا؟ بعد ما موت اوعى تخليه يموت موتة ربه، لازم تقتله. ايه ده؟ وفعلا بعد ما مات بالحكمة سليمان رسم له خطة وطير رقبته. الإنسان لا يستطيع أن يسامح. يوم ما بتسامح في حالة واحدة، لما بتقول لا أنا بل المسيح. عشان كده دي الطبيعة. الروح القدس بقى ينقل السلام بإيه؟ بالصلاح. الصلاح يأخذ مما لي ويعطيكم. وبمجرد ما تاخد من المسيح تقول لي طب كيف ينقل لي الروح القدس الصلاح او الصالح؟ في حاجة مطلوبة مني وفي حاجة مطلوبة منه. ايه المطلوبة من الروح القدس؟ ان يجيب لي الصلاح. طب وايه المطلوب مني عشان يجيب لي الصلاح؟ التعفف. ايه كلمة تعفف؟ نفس عفيفة. ما هي النفس العفيفة؟ النفس العفيفة التي لا تقبل إلا من مصدر واحد. واخد بالك؟ أنا عندي عفة نفس أقبل من مصدر واحد. المصدر الواحد هو الله. اوقف المصادر الأخرى. خلي عندك عفة نفس. قل ومعه فوق الأرض لا أريد شيئاً. قل له جوعني ليك واشبعني بيك، اشبعني ربي بفيض غناك، فلا احتاج في اي جوع ان اشبع من سواك. دي العفة. العفة تخلي الروح القدس. فالعفة انك ترفض 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 ملذات الارض. دي العفة. وانت ترفض ترفض وهو يدي 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 لذات السماء، يديك الصلاح. ويديني الصلاح؟ ايوه. والدليل على ذلك اول ما توصل السماء ربنا هيشوف قدك قد ايه من المسيح الروح القدس، فيشوف المسيح فيك فيقول لك نعما ايها العبد ايه؟ الصالح. يا رب ده ما فيش حد صالح الا انت. ما انت خدتني قلت احيا لا انا بل المسيح يحيا
فيا. الله يباركنا بكل بركة سماوية ويحفظنا في الإيمان ويعطينا أحبائي أن نعيش هذا الحب يعمل فينا وبنا، له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. أمين.